صباح الخير. هلا الساعة 4 الصبح، اليوم 12 ابريل. هلا فات او بالاحرى ما نمت لاني مسافر على بولندا، رايح زور رفيقي اليكس، وحب اتصور لكم ووريكم السفرة. رايح على بولندا، ما بعرف اذا انتم ولا لا. تعبان، الله يعدي الامور على خير. وهيدا الفيديو اهداء خاص للوالد ابو ابراهيم. وصلنا على محطة القطار، لازم اشتري تذكرة على السريع. تحية لعبادة، هو بيعرف شو معناها. اوكي، الاس 9 بعد 12 دقيقة. وهاي وصلنا على مطار فرانكفورت. خش عليه. لقيتها. وينها؟ وينها مارتا؟ ضوعها هي 384. هلا حتى صار التشيكن بدون I'm just taking a video. هلا صار التشيكن بدون انسان. بس اول مره هيك بيصير معي، بتحط الشنطه وبتعمل تشيكن لوحدك وبتطلع على الطياره. فحلو الوضع. وللمعلومة معاي جواز سوري، يعني ما معاي جواز ألمانيا أو شيء. فخلينا نشوف إذا بينفع الوضع معاي. وراحت الشنطة. أوكي. وصلت هلا. طبعا ما صورت على التشيك بوينتس عشان ما بدي زيدهم سسبشن، بس كل شيء مرق تمام. كنت أفكر صراحة بعد أحداث اللي صارت ببلجيكا رح يكون التفتيش فظيع هون، بس ابدا ما حدا وقفني، ما في شيء زياده عن الاجراءات العاديه. و يعني يمكن شيء واحد صار انه عندي الشيكر تبعي محطوط فيه مي، فنسيت اشرب المي قبل ما افوت. فلما فتت شو اسمه شاف السائل فقال لي لازم تكب العلبه، فقلت له لا هات بشربها يعني. فشربت القنينه كلها عشان اخلي الشيكر تبعي. فبيطلع فيه صاحبه بيقول له شو اسمه، عم بيحكي بالالماني، عم بيقول له هيدا مي، هيدا اللي هو عم بيشربه. فطلعت فيه قلت له يا عمي شلون يعني، اذا بده يكون غازولين رح اقدر اشربه؟ فاتصدموا وطلعوا فيني هيك. فانا طلعت عم بقول بعقلي it was a bad idea على هالجملة اللي قلتها، بس هيدا هو. فلازم الواحد ما ينكد، او بالاحرى لازم انا ما نكد بهالمنظر الدقن هاي. بس خليك زي ما انت وخلي العالم زي ما هم. رحت جبت شيء افطره. شو جبت؟ جبت نصور لكم. جبت شوكو كراسون عشان حلي فيها، وجبت كيزي بريتسل عبارة عن جبنة على خبز، هيدا هو. وبالطيارة something to snack on، جبت أوريوز. عندي نتفليكس، عندي نتفليكس على الآيباد تبعي، فراح أكون عم أتفرج على راح أتفرج على The Killing، برنامج جديد أنا عم أتفرج عليه، بس هو صار له فترة عم اتفرج عليه بس مشان تضيع وقت قبل ما يطلع Game of Thrones والاشياء الثانيه الحلوه اللي
champagne pop. It's my house, come on, turn it up. Hear a knock on the door. الطيران البولندي ذكرني بالطيران السوري. كان آخر مرة ركبت الطيارة السورية من شي 15 سنة. ذكرني بالطيران السوري لأن الكراسي كلها عم بتهز وعم بتشهز. Sometimes you gotta stay in, and you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. غلط صوت على كراكا وحدي تعبان ما نمت من امبارح. وجسمي تعبان، عقلي تعبان، عيوني تعبانة، وناطر الشنطة شوف انت تجي. ما بعرف ليش حاسس انه ما رح تجي، بس خلينا نتأمل بالخير. شوف وينو أليكس، إذا وصل ولا لسه ما وصل. هاي هنيك How you doing? Hey bro, what's up? Yo, damn, I was like, where is Alex? Where is Alex? There he is with the hat. Yeah, I want to play. What, pretty good? Say hello to the cam. So I'ma be always talking in Arabic. Okay. So when I'm talking with you, I'm gonna be talking in English, but when I'm talking to the camera, I'm gonna be talking in Arabic. Are you already recording? Yeah. Oh, هيدا في أليكس اللي عم زوره هلا هون، وفي من ألمانيا. That's what's up. هلا رح نروح ناكل، حدنا جوعانين. Both of us are hungry. Yeah. What are we gonna have? Burgers. Big burgers. خلينا نجرب البرجر اللي موجود ببولندا. Okay, let's go. I don't know why, but I feel Chinese, man. I feel Asian. Yeah. Man, I'm feeling like the biggest tourist with you. Are you embarrassed? Welcome to my house. Welcome to my duck off the crib, the spot, the pad. But my house is your house if you throwing it back. Excuse me if my home draining the sand. Soon as these happy faces land, you can run with the cash. Home run, slam dunk, touchdown pass. Mi casa es tu casa, so it ain't no. So this is Mao Burger. Moa. Moa? Okay, Moa Burger. Okay, come on. You ready for some Moa Burger? Come on. I'm gonna grab the biggest mofo burger ever. I ordered the mammoth. So, wait, it's about to go down. Can you just wait? Should I take this? A picture of you? No, I want you to keep on rolling while I try this, like, okay. To see. Sure, my sure. Wait, let me see. Oh God, this is too big. That's what she said. Whoa. Your mouth is too small for this. Oh man, it's pretty good. Yeah? It's pretty good. That's great. To cut it off because something dirty is about to happen. خلصنا هلا الغداء. Was it lunch? Do you consider that lunch? Yeah. Yeah, so خلصنا غداء وهلا وين رايحين؟ رايحين ناكل حلو. Oh, they have Hard Rock Cafe. Yeah. Hmm. That's really cool. At every full hour, somebody is playing the trumpet there. Where is top. He? There. Oh. At the whole top. Every 4 hours? No, every hour. Every hour. Every 4 hours. Is it like for something specific? Like, I don't know. It's typical in Toronto. And you know where I live. Yeah, you know what we is. Sometimes you gotta stay in. Welcome to my house. Baby, take control now. We can't even slow. Which one? This one here. The one in the middle. Chocolate. But is it tasty? Like, is it? It's really tasty. I love it, but I wouldn't recommend it. It's too much sugar. And what is this cafe creme? And no, this has a lot of cream, probably. Yeah. You could try a panna cotta or something.
I don't know, do they have like a cheesecake or something? I guess I'll go with this cake. This cake looks delicious. Whoa. Or if you want, you can take it. Whoa, okay, wait. This is gonna take a while. فرح صور بس ما نختار وبعدين أرجيكم شو اخترنا. تحية كبيرة جدا 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 لأبو إبراهيم. هيدا كله عشانك عشان لا تقول ما صورت لك. أليكس يو سي تحية. تحية look look in the camera. لأبو إبراهيم. تحية أبو إبراهيم. Yeah exactly that's good. So أنا طلبت كيكة مع peanut butter. What does it have like a mix of زبدة فول السوداني peanut butter وشوكولاتة وش بعرفني هو كابتشينو. Was yours like the cappuccino? How was it man? Try. Wait. Now my turn. Let's see my expression. Oh, nothing. This is good. This is real good. Real good. Nice. خلصنا الكيكة. أنا أخذت كمان واحدة لأنه كانت كتير طيبة. وهلا رايحين على البار بدنا نحجز طاولة لأنه اليوم مباراة. Is it Champions League? Champions League. Wolfsburg راح يلعب ضد ريال مدريد فرايحين على. Is it an English pub? Yeah. What's a pub in Arabic, man? I have no idea. ما بعرف البار العربي البار الإنجليزي رايحين له. Yeah. راح نحجز. إن شاء الله يكون عندهم أماكن. Yeah. Do you know what that building is actually? No. Okay. I've asked so many people. البار قالنا انه ما فينا نعمل حجوزات لازم نجي قبل بنص ساعه وممكن نلاقي اماكن وممكن لا فنحن رح نجي قبل بنص ساعه وان شاء الله نلاقي اماكن. Don't you think so Alex? Yeah. Yeah. Definitely. It's a theater. Probably, yeah, unfortunately. Yeah. Some Polish words are similar to German. Yeah.